هاي للكل ويلكم باك تو ماي شانل. انا ريتا من قناه دولشي ريتا. اذا كنتوا جديد بالقناه بتمنى تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد، وما تنسوا تعملوا لي كمان فولو على الانستغرام لانه هنيك بنزل يومياتي واشياء كتير حلوه. بفيديو اليوم رح اعلمكم كيف بنعمل مايسلر ووتر بمكونين بس من دون اضافات كتير ومواد كيماويه، وعن جد له فعاليه لانه هيدا كنت استخدمه قبل ما اجي على امريكا، بقيت فتره طويله استخدمه بلبنان ورجعت هلا اتذكرت لازم اعمله قدامكم وقلت برجع بستخدمه. فاذا حابين تشوفوا كيف عملت هيدا المايسلر ووتر تابعوا الفيديو للاخر، وما تنسوا الشير واللايك كتير لحتى تدعموني وتكبر عيلتنا اكتر. مثل ما قلت لكم يا حلوين، هي الوصفة بدها مكونين بس. المكونين هن مي زهر وزيت جوز الهند ومي ورد، بس اخر فترة عم استخدم مي زهر وزيت جوز الهند. رح اخبركم على السريع فوائد جوز الهند وما زهر. رح ابقى اعملكم فيديو تفصيلي عن جوز الهند، زيت جوز الهند وعن استعمالاته الكتيرة، بس هلا هي بدي اعطيكم لمحة سريعة عنه وعن فعاليته وقديه مفيد للبشرة. اوكي، مثل ما قلنا يا حلوين، زيت جوز الهند بيساعد على تنظيف البشرة من العمق وبخفف الجفاف وبيعطيها ترطيب ونضارة للبشرة كتير حلوة. وما تخافوا اذا عندكم بشرة دهنية لانه بقلل نسبة الدهون بالبشرة وبزيد الوقت بيرطب كتير البشرة الناشفة. كمان زيت جوز الهند بخفف من ظهور البقع الداكنة بالبشرة اللي بتتعرض بتصير من وراء التعرض للشمس. كمان بخفف الخلايا الميتة عن البشرة، وفينا نستخدمه كسكراب نخلطه مع شوية سكر ونعمل فيه تقشير خفيف للبشرة. وحتى زيت جوز الهند بيعالج حروق الناتجة عن الشمس وبساعد بتخفيف حب الشباب. رح احكي لكم شوي عن المزهر. مثل ما قلت لكم فيكم تستخدموا موارد، بس اخر فترة عم استخدم مزهر لانه كمان كتير عم بحبه. اول شيء ريحته هيك بتهدي الاعصاب وبيعطي هيك نضارة للبشرة وتنظيف عميق، بيرطب كتير البشرة وبيحميها من الجفاف، وكمان له نتائج بتخفيف حب الشباب. وبيستخدموه عادة بمنتجات اللي بتهدي من الحروق الناتجة عن اشعة الشمس، ومثل ما قلنا بيعطي نضارة كتير حلوة للبشرة لانه هو معمول من زهور البرتقال، بتعرفوا فيها فيتامين سي وبتعطي نضارة كتير حلوة للبشرة. وفي كمان له فوائد كتير، بركي كمان ببقى بعملكن عن فيديو لوحده عن المزهر وعن استخداماته. اعطيتكم لمحة سريعة عن الفوائد مزهر وزيت جوز الهند. رح فرجيكم هلا الطريقة كيف عملتن، ورح نرجع سوا فرجيكم كيف رح شيل الميك اب فيه. اوكي يا حلوين، هون عندي زيت جوز الهند والمزهر، وبتجيبوا اي قنينة عندكم كانت قديمة فيها مايسلر ووتر، او حيلا قنينة بتغسلوها وبتنطفوها. وراح نعبي فيها هلا مزهر تقريبا 3 ارباع القنينة، مثل ما شايفين. وزيت جوز الهند مثل ما بتعرفوا بيجمد اذا خاصة في برد، فشوي عملته على النار ليدوب، وراح احط شي 4 ملاعق كبار تقريبا، يعني تقريبا اذا استعملتوا شي كباية ونص من المزهر بتحطوا 4 لـ5 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. واذا كانوا مجمدين بتذوبون شوي على النار. إذا حسيتوا إذا كان بالشتاء عندكم برد كتير وحسيتوا إنه جمد زيت جوز الهند بالقنينة المزهر، فيكم بس تقطعوها شوي تحت المي الدافية وبيرجع بصير زيت وبدوب، أكيد بنخضها مزبوط. وهي صارت جاهزة عنا. أوكي يا حلوين، المايسلر ووتر صار عندي جاهز عطول، لكن بس ما نستخدمه اكيد بنخضه مع بعض مثل اي مايسلر ووتر فيه زيت بقلبه. وراح استخدم قطن، راح شيل الرمش اول شيء تنظف الميك اب. على فكره هيدا الميك اب راح تلاقوه عندي على الانستغرام، فراح نخض القنينه زيت جوز الهند مع مزهر، راح احطهم على قطنه وراح فرجيكم كيف راح يشيل الميك اب بطريقه كتير حلوه. اوكي، لكن
على طول هاي الطريقة الأزبط شي نشيل فيها الميك اب. نحط القطنة على عيننا بهالشكل ونضغط على طول، لازم بحركة خفيفة ما نشد كتير على بشرتنا وعيوننا. بهالطريقة بنخلي الميك اب والماسكارا كلها بتش، وعلى فكرة بشيل حتى الماسكارا الووتر بروف وكل شي. وبهالشكل تشيله لتحت وراح تتجلغمه اكيد مثل ما انا اتجلغمت، بس حاطه كتير ميك اب انا اليوم وماسكارا واي لاينر، بس بشيله كله مثل ما شايفين. شفتوا وريحته بتشهي زي جوز الهند، ريحته كتير حلوه والمظاهر كمان كتير حلوه ريحته. شايفين قد ايه بعد عم تشيل؟ اخذ وحده تانيه لوجهي لانه صارت هديك كلها كحل وماسكارا. راح اشيل هلا بس نص الوجه كل شي بشيل بسهوله مثل ما شفتوا. شلنا الميك اب هيدي الجهة عن الوجه، ومثل ما شايفين بيعطي لمعة حلوة للبشرة لأنه زيت جوز الهند والمظاهر مع بعض. إذا كنتوا كتير حاطين ميك اب وبحاجة لتغسلوا ترجعوا وجهكم، بتكون تغسلوه لحتى تنظفوا المسام مظبوط، ترجعوا فيكم كمان تقطعوه بقطنة على كل البشرة مثل تونر، أو تستخدموا مظاهر أو موارد لوحده مثل تونر. وإذا مش حاطين كتير ميك اب وقشرات بس خفيفة ما بدكم تغسلوا، بس فيكم ما تغسلوا من بعده. ومثل ما قلت بيترك البشرة كتير ناعمة ورطبة وفيها نضارة، وبتحطوا كريماتكم عادي من بعدها. فشو رأيكم بالنتيجة ومين راح يجرب هيدا الشي؟ بتمنى تكونوا حبيتوا واستفدتوا من هيدا الفيديو. اكتبوا لي بالكومنت إذا راح تجربوها وتعملوها بالبيت، وإذا جربتوها وحبيتوها كمان ما تنسوا تكتبوا لي تعليقكم. وأنا بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو اللي جاي. باي باي.